من شركته. بعد ما طلعت ضمن اللي يهدون المحبين ابغى يهديني عييت، قال بهديك شيء اثمن منها الاذكار حافظ عليها لي ذي الحين 8 سنوات اقراها اجرها لمن؟ بعد الله سبحانه وتعالى للشخص اللي عانى يمكن يشاهدني ويعرفني، بزيد يوم من الايام اقولها له باسمه. رجل شوف ترى العيم هي بسيطه والله، ان شاء الله طلعنا اخذ التليفونات بوريكم المقطع اليوم انا عند القصيده يوم الناس موجودين ويوم اللي انا تعبت عقب انتشر ضرب الافاق انت طحت الميكروفون لا لا ما وعديت على الطبيعي العادي نفسك. وجلست وما في شيء بس اليوم جلست كنت متلخبط شوي عقب سريت مشيت انا عشت اشوف لك يوم تقول انت كذا قد جلس معي واحد سولف انا وياه سولف انا وياه شو اليوم قال لي عندك عندك قلت قال معي اللي تواصل مع الله لقى قلت الله قال لي خذني معك شو يقول والله يا مطوع جلس انا وياه سولف قال عن اذنك انا عندي تواصل مع الله في لقاء بتلاقى بروحي لله انا قلت تكفى فزعلي خذني معك قال هو كان ينصحني 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 رجع من يعلمني كان انا كذا وصرت كذا 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 قلت الله خذني لا تخليني رايح امن وراك قال رايح اصلي صلاه اخر الليل الله نازل يقول تواصلوا معي يا عبادي هل من داعي استجيب له هل مستغفر اغفر له هل من مستغفر اغفر له الله ينزل اسم شوف كيف جذبني هو فيها والله العظيم اني من عقبه اني قايم ذاك اليوم اربع عاثر المغسله بروح اصلي لله واطلبه يقول انا في تواصل مع الله بروح استشعرت بروح اكلم الله 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 جاي اصلا الله جاي يدورني بعد جاب والله صدق جاي يدور عباده نازل هو عبد جابها بطريقه جذبه فيها هو جابها بطريقه حلوه جابها انا مسترسالها الحين جذبني كلام ذا والله اني ابي اعرف يسولف يسولف قال انا عندك انا عندك انا بروح اتواصل مع الله اي بعد شوف كذا الطريقه ذمتك طلع السلطان وين السلطان عفان لون العم السلطان اسمه لو انا قال الحين سولف مثل الحين مثل الحين والله يرجع شوفوا مثل الحين جالسون يوم سولف قال قال مثل كيف وشوف احنا يعني في جلسه مطوله ما في قال قال اخلص اخلص انا في تواصل مع الله بروح اكلمه الله جاي يدورني بروح قلت معك ايش عاد قعدني خذني قال لا لا قال وهو شاد الكلام معي ما علمني سيده يبيني وش اتحمس يبيني اجي يوم جيت وكسا قال انا رايح اصلي صلاه اخر الليل الله نازل للدنيا يقول عبادي وين عبادي هل من داعي استجيب انا بروح لله اكلمه وادعيه واعلمه في اللي في خاطري عرف كيف يجيبها انا قال بروح اصلي الوتر كان احنا نعرف انه في وتر فهمت بس جابها بطريقه ثانيه خل اجذبك لها خلاك غصب ورا خشمك لو انك